تغيرات مفاجئة ظهرت في الدوري الأممي بشأن الحرب على اليمن وما تتعرض له من عدوان وحشي همجي انتهك كل القوانين والأنظمة الدولية، فهل بدأت صحوة الضمير الإنساني أم أنها حزمة ضغوطات على دول العدوان الهدف منها تحقيق مصالح ذاتية ومادية؟ يمن. أي دور قد يحسب للمنظمة الدولية وهيئاتها المعنية بحماية الحقوق والحريات منذ بدء العدوان أو ما تسميه الحرب على اليمن من قبل تحالف آل سعود على مدى عامين ونصف من القتل والتدمير الممنهج واقع لا تحسد عليه المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تعيشه جراء الضغوطات التي تتعرض لها، إن لم تكن الحقيقة هي متاجرة المعنيين بها وإبعادها عن دورها المناط والذي أنشئت من أجله في حماية الحقوق والحريات. ذاك ما برزت به الأمم المتحدة وما أكده أمينها العام السابق بان كي مون من ضغوطات تمارس من قبل مملكة آل سعود بإيقاف دعمها لجهود المنظمات الدولية، وزاد تأكيده الأمين العام الحالي غوتيريش الذي حتى وإن حاول بتصريحه الأخير التلاعب بالألفاظ عبر قوله أن الأمم المتحدة لا تمارس بحقها أي ضغوطات، معتبرا في الوقت نفسه أن الضغوطات لا تقود إلى شيء، معتبرا إياها بالعمل الفني الذي يتم القيام به، مؤكدا أنه سيتم عرضه وسوف يتخذ القرار وفقا لما يراه صحيح. تفشت الأوبئة في كل أرجاء اليمن وقتلت الآلاف من اليمنيين أطفالا ونساء ورجال، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية إلى وفاة أكثر من 2000 مواطن بالكوليرا واشتباه بأكثر من 600,000 آخرين في عموم المحافظات اليمنية، لكنها لم تحرك ساكنا للتخفيف من وطأة هذا الوباء عبر دعمها بالأدوية اللازمة لمكافحته وتخفيف ولو جزء بسيط من معاناة اليمنيين. تغير بدائي ظهر في مواقف الأمم المتحدة بتأكيدها عدم قبول أو دعم لجنة تحقق في الانتهاكات باليمن، كون من يتزعم التحالف والعدوان على اليمن هي من تدعمها، فهل هي صحوة ضمير عالمية حتى وإن جاءت متأخرة فتأتي خيرا من أن لا تأتي، أم أنها ورقة ضغط وابتزاز جديدة الهدف منها تحقيق مصالح شخصية مادية؟ غوتيريش وفي آخر تصريحاته أكد أن الهيئة الدولية تسعى إلى تهيئة الظروف لاستخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي في عملية الإغاثة الإنسانية، في اعتراف صريح وتأكيد لمندوبه أولا ولد الشيخ في أن كل شاردة وواردة إلى اليمن لا يمكنها العبور إلا عقب موافقة دول الحصار، لتزيد التأكيد تصريحات لمنظمات حقوقية منع العدو السعودي من دخول سفن تحمل مساعدات إلى ميناء الحديدة. تقارير عدة قدمتها عدد من المنظمات الدولية الحقوقية إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وتم عرضها على مجلس الأمن الدولي، لكنها لم تحرك ساكنا أو تحيي ضميرا لدى دول العالم في تأكيد على الدور الخفي للبعض والعلني للآخر في العدوان على اليمن، ما يدعو الأمم المتحدة مراجعة حساباتها والقيام بدورها الإنساني والحقوقي المناط بها. فهل ستظل صحوة الضمير أم ستختفي حين بلوغها هدفها؟ يحيى الهادي، اليمن اليوم.